لو سألت أي مشجع أهلاوي ما رأيك في موسيماني؟ الإجابة لن تكون واحدة في كل الأحوال، فالبعض سيؤكد أنه المدرب الأفضل في تاريخ الأهلي بعدما حقق إنجازات اقترب بها من الأسطورة البرتغالي مانويل جوزيه. في المقابل يرى البعض الآخر أن المدرب الجنوب إفريقي محظوظ بتواجده في الأهلي، وأن تلك الإنجازات جاءت بسبب قوة اللاعبين المتواجدين داخل صفوف الفريق وتوفير الدعم الكامل من الإدارة لصالح الفريق، سواء لاعبين أو جهاز فني. موسيماني الذي جاء مصر في سبتمبر 2020 لقيادة الأهلي خلفاً للسويسري ريني فايلر بات لغزاً فشل الجميع في فك طلاسمه، ففي الوقت الذي تشعر فيه أن أمامك المدير الفني الأفضل في الكرة الإفريقية سرعان ما يتحول هذا الشعور إلى النقيض تماماً، وتجد نفسك عاجزاً عن تفسير ما يحدث في أرض الملعب أو اكتشاف ما يفكر فيه موسيماني. حبة فوق وحبة تحت، مطلع أغنية للفنان أحمد عدوية تلخص حال موسيماني مع النادي الأهلي، ففي الوقت الذي يفوز فيه المدير الفني ببطولتي إفريقيا يخسر مسابقة الدوري، وبينما يتوقع الجميع فشله في كأس العالم للأندية تجده يعود محملاً بالبرونز، وعندما ترى نسخة أوروبية رائعة من المارد الأحمر تدهس الخصوم لعباً ونتيجة فلن تتفاجأ عندما ترى عكس ذلك كله في المباراة التالية. أرقام موسيماني مع النادي الأهلي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنك أمام مدرب ناجح على الأقل على مستوى النتائج، لكن الجماهير دائماً ما تبحث عن حلاوة الأداء واستمراره مع الفوز. فهل ينجح الجنوب إفريقي في تحقيق طلبات الجماهير؟ أم سيظل تباين الأداء بين مباراة وأخرى أمراً ملازماً للمدير الفني في رحلته مع الأهلي؟يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى الأساتذة أستاذ أحمد الشامي الناقد الرياضي والأستاذ هاني عبد الصبور الناقد الرياضي. أحمد مشرف ومنور، سعيد بتواجدك معايا. أهلا بك يا كريم، ومبسوط إن أنا معاك لتاني مرة، ومبسوط إن أنا مع هاني لأول مرة، وإن شاء الله نقدم حلقة كويسة. هاني مشرف ومنور، سعيد بتواجدك معايا. سعيد أنا أسعد يا كريم، وإن شاء الله نقدم حاجة خفيفة على الجمهور بإذن الله. حبيبي هاني، طيب هو موسيماني لسه ينفع التشكيك فيه؟ يعني مع كل النجاحات العظيمة اللي عملها موسيماني مع النادي الأهلي لسه في حد ممكن يقول عليه مدرب كويس أو مش كويس اصلا؟ بص، هو زي ما شفنا في التقرير هو موسيماني مدرب محير، بس لما نيجي على مستوى النتائج لا، هو حقق نتائج جيده جدا، نجح في الفوز بالبطولات، 2 برونزيه كاس عالم، 2 دوري ابطال، 2 سوبر. لا نتائج تاريخيه، نتائج مش تاريخيه نتائج جيدة. بس هو حاله التشكيك دي جايه من فكره ان المدير الفني بيقدم، يعني زي ما احنا بنشوف مثلا بتلعب فاركو فبتكسب برقم كبير جدا، تيجي للمريخ بتكسب المباراه في اللحظات الاخيره مع اداء سيء، بتكسب بطوله افريقيا ترجع تخسر الدوري، تخسر من صن داونز، بتروح بقى كاس العالم للانديه وانت متوقع تعمل نتائج سلبيه، بترجع معاك البرونزيه. فهو زي ما بقول لك هو تخسر بعدها من صن داونز، مدير فني محير. يكمل او ما يكملش، لا هو يكمل ويستحق التجديد. الحالة الجدل اللي موجودة حواليه دي تسأل عنها إدارة النادي الأهلي اللي ما حسمتش الملف، يعني لما تيجي تسأل داخل النادي الأهلي موسيماني مكمل ولا مش مكمل بتلاقي أكتر من رأي. رأي بيقول لك هو مكمل لحد نهاية عقده، رأي تاني بيقول لك لازم يجدد، رأي تالت بيقول لك إن إحنا مستنيين نتفق على الشروط. لما تشوف موسيماني وتصريحاته في الإعلام لا، بيقول لك أنا متفق على كل حاجة، أنا عايز أكمل، أنا عايز أستمر مع النادي الأهلي، أنا عايز أقدم مشروع مع النادي الأهلي. فإدارة الأهلي تطلع تقول موسيماني مكمل لنهايه عقده اللي هو في نهايه الموسم، وبعد كده هنقعد معاه نتفاوض معاه، تفاوضنا معاه وفشلنا في المفاوضات، فبالتالي الموسم الجديد هيكون فيه مدير فني جديد، او خلاص هو هيجدد السنتين اللي اتفقوا عليهم ويعلنوا عن التجديد رسميا. لازم الملف يتقفل باسرع شكل ممكن عشان تحافظ على المدير الفني وتحافظ على سيطرته لاوضه اللبس بعد المشاكل اللي ابتدينا نشوفها في المباريات الاخيره بسبب برضه حاله الجدل والكيل والقال بالنسبه للمدير الفني. طيب هو ليه لحد دلوقتي يا احمد لحد هذه اللحظه، انا كنت بتصور بعد برونزيه كاس العالم وموسيماني نازل من الطياره، ده مشهد تخيلي يعني، في ورقه قدامه على السلم وهو نازل من سلم الطياره وبيمضي عليها تجديد التعاقد، خلاص يعني ناقص ايه تاني موسيماني يعمله عشان عقده يتجدد؟ واقفه فين بقى؟ بص خلينا واقفه في اي حته، خلينا نرجع لورا شويه. قبل كاس العالم كان عاوز يجدد، هو نفسه كان خايف من نتائج كاس العالم، واكيد الاهلي عايز يجدد، يعني خلينا نتفق الاهلي كان عايز يجدد له. النهارده في خلاف، في خلاف كبير داخل بقى المسؤولين عن ملف الكره، سواء في قطاع الكره، سواء في مجلس الاداره، سواء في شركه الكره. الراجل لما حصل جلسه بينه وبين عضو مجلس الاداره اعترض واتكلم مع الكابتن محمود الخطيب بشكل شخصي وقال له لو سمحت الملف ده يكون معاك انت
والكلام هيكون معاك انت، مش محتاج اتكلم مع حد تاني. الموضوع عمل مشكله بقى في خلاف، الراجل هيبقى موسمين ولا موسم؟ طب رجعنا تاني وقفت القصه في ان في اقتراح ان يكون في مدرب اجنبي. موسيماني عمل كل حاجه عشان نتكلم بس بشكل رسمي ما عدا الدوري المصري. لو كسب الدوري السنه دي الدنيا تختلف معاه شويه. ليه؟ لانه هو على المستوى العام عمل لك كل حاجه. عنده شويه مشاكل طبيعي، وفي تذبذب مستوى، وفي خلافات، وفي عدم ارتياح من بعض اللعيبه، ده طبيعي، ده كل الامور دي طبيعيه. لكن الراجل هيكمل ازاي وهو مش مرتاح؟ موسيماني مش مرتاح؟ مش مرتاح، لانه هو كان من بدري عمل كل حاجه عايز يجدد. لما راح وجه ووكيلته اللي هي مراته مرتين. انا 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 بحط نفسي مكان اداره النادي الاهلي. انا اكيد بص، الاهلي طول عمره لما بيعوز مدرب يجدد له. كريم، الاهلي لما عايز مدرب يجدد مع مدرب بيجدد بدري طول عمره. يعني لو جوزيه، لو انت تتخيل في المرتين، في المره الاولى والمره الثانيه، الراجل قعد ومستمر ومجدد، والموضوع ما كانش فيه اصلا خلاف خالص. يعني اعتقد جوزيه كان واحد من الرسائل المهمة. حتى حسام البدري لما كان موجود جدده، حتى محمد يوسف لما كان. ففكره ان انت يكون عندك مدير فني، انت حاسه يعني استكمالا لكلام هاني، مش محيره بس، ما بيعمل لك مشاكل. ايه المشاكل؟ لما طلع يتكلم عن عقده ده غريب عن النادي الاهلي. خلينا نقول ان هو عام يعني من حق ان انا راجل بتكلم بس مش في مؤتمر صحفي. ده يعني طريقه النادي الاهلي بتقول ان انت لازم تبقى داخل الغرف المغلقه. هو الراجل يتكلم. هو الراجل مش مقتنع بطريقه النادي الاهلي ان انا لازم اكسب كل حاجه. ما ينفعش في حاجه اسمها في الكوره تخسر. هو مش مقتنع. لما خسر الدوري افتكر وقال لك طب انا اعمل ايه؟ ليه 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 اكسب كل حاجه؟ الكوره ما فيهاش كده. ففي كل واحد عنده وجهه نظر، سواء من موسيماني او من مجلس الاداره، متمسك بيها. في خلاف حصل؟ في خلاف حصل، في خلاف مستمر. خلاف ايه؟ العقد سنتين ولا سنه؟ بين الاهلي وموسيماني. طب الراجل، بس انت قلت لي كمان في الاول انه في خلاف جوه النادي الاهلي. ما هو ده جزء من القصه. قصه ان الراجل لما حصلت جلسه في حضور كابتن حسام غالي، كابتن سعد عفيز، والراجل قال لك طب بيتكلموا ليه؟ طب ما انا في رئيس نادي. هي ثقافات. هو ممكن يكون في جنوب افريقيا كان بيتعامل مع رئيس النادي بشكل مباشر، وهنا لوقت طويل كان بيتعامل مع الكابتن محمود الخطيب. لما حصل تداخل وحصلت فكره لجنه الكوره ومجلس الاداره، فبقى عندك تفاصيل كتير. يعني من عضو مجلس اداره من حقه انه يسال، ده طبيعي، من حقه انه هيعرف. بس هو الراجل مش مقتنع وحر. لكن انت هتوصل بيه لفين؟ لو عايز تجدد موسيماني، موسيماني جدد من بدري طبيعي، يجدد بعد كاس العالم للانديه، وقبل كمان بعد دوري ابطال افريقيا. حتى انت كنت ممكن تقدر تقول في عقده اللي كان لسه انت بتديله سنه كمان، يعني انت تمد عقده سنه من غير ما تتكلم في تجديد. خلاف بسيط على بعض الامور الماليه ما بين 20,000 دولار او اقل او اكتر، ماشي، محلوله. لكن الراجل بقى هيكمل؟ انا اشك. مش هيكمل؟ اشك ان هو ممكن يكمل. هاني، ما انا بقول لك مرحله اللي هو التاجيل والتمديد والتسويق. انا متفاجئ من الجمله دي. يعني انا اصلا اتكلمت كتير على موضوع المفاوضات، وعارف انه في زي اي مفاوضات شد وجذب. يعني انا عايز وانت مش عايز، بس دلوقتي ان انا اوصل لمرحله ان ممكن موسيماني ما يكملش مع النادي الاهلي، دي هتبقى مفاجاه كبيره لجميع النادي الاهلي. وانا بقول لك هم الثلاث اراء داخل النادي زي ما ذكرت لك كده، ناس بتقول لك هيجدد، ناس بيقول لك مكمل، ناس بيقول لك لا ربما ما يجددش. والثلاثه بالمناسبه الثلاث اراء مسؤولين داخل النادي الاهلي. مرحله التاجيل والتمديد والتسويف في ملف تجديد المدير الفني هي اللي بتفتح كل الحلول وبتسيب كل الحلول مطروحه. بس موسيماني هيروح فين؟ ده السؤال. موسيماني اصلا مش ما عندوش عرض يروح بيه حته ثانيه. حتى لو عنده عروض يروح بقى الخليج، الخليج مش هيبقى بنفس الطريقه اللي بيتعامل بيها موسيماني في داخل النادي الاهلي. بيتعامل هنا في مصر كملك متوج، بيتعامل في النادي الاهلي كل طلباته الجماهيريه اللي بيتمتع بيها، بتكسب بطوله كل شهر، بتكسب بطوله في انت في النادي الاهلي، انت في النادي الاهلي انت مدرب كويس طبعا. موسيماني مدرب بس كويس، بس مدرب بس عنده 50% بطوله كسبها اصلا كده كده مع الاهلي عشان اسم الاهلي، هيكسب الاهلي كده كده طبعا. وفي 50% بتضاف لك انت، يعني خلاص اسمك اسمك كمدرب انت بتشيل بطولات كتيره قوي. بص لحد دلوقتي بقى دي الخلاف، يعني لحد دلوقتي الناس ما شافتش ان الموسيماني عمل ال 50% اللي عليه، بس هو مدرب بيكسب بطولات كتير جدا، فمش طبيعي ان انا اغيره وهو بيكسب بطولات. بس هكلمك بصراحه يعني، عمل 50 هكلمك بصراحه، هكلمكم بصراحه شديده. تمام، انا ساعات بيبقى عندي تحفظات كثيره جدا على موسيماني فيما يخص تصريحاته وكلامه وتعامله مع الصحفيين وتعامله في المؤتمرات الصحفيه وحواراته الخارجيه، عشان مبادئ النادي الاهلي وتقاليده ان كل حاجه تبقى في الغرف المغلقه. بس عمري ما هختلف ان هو مدرب ناجح في الملعب، وعمري ما هختلف ان المدرب ده المفروض يتجدد له عشان هو مدرب ناجح. ما ينفع يعني، بس هو زي ما احنا اتفقنا لو بصينا على المستوى الرقمي هتلاقيه ناجح جدا كمان. وده مش ناجح، ده امتياز زي ما بنقول.
لو بصينا على مستوى الاداء لا طبعا هتدي له تقييم، يعني ما تقدرش على النتائج تدي له 100% بعيدا عن الدوري اللي خسره برده عشان هو ما كانش عنده ظروف المنافسه في الدوري المحلي، وهو طلع حتى اتكلم بالاسلوب ده بعد خساره الدوري. بعيدا عن ذلك هو نجح، انما على مستوى الاداء ما تقدرش تدي له 100%، لازم تدي له نسبه، لازم عنده دايما عنده اخطاء، ودي موجوده عند كل المديرين الفنيين. بس لما يبقى لك سنتين بتكوت فريق زي النادي الاهلي ونفس الاخطاء بتتكرر في كل مباراه، فاعتقد ان ده عجز واضح من المدير الفني. ربما يكون هو عنده مشكله في الحته دي، بس لما نيجي نتكلم عليه كتقييمه كشامل كمدير فني لا هو مدير فني ناجح ويستحق الاستمرار مع النادي الاهلي. عظيم. والاهلي هيخطأ لو ما جددش الموسيماني، ان اي مدير فني تاني زي ما موسيماني قال هيعمل ايه؟ يعني هتقول له اعمل ايه عشان تقعد؟ بس فالاهلي هيخطأ لو ما جددش مع موسيماني. لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، نواصل ان شاء الله. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. طيب احمد، عايز اخدك شويه لجوزوالدو فيريرا المدير الفني الجديد لنادي الزمالك. كواليس اختياره ازاي جه جماهير نادي الزمالك في منتهى السعاده والفرحه بعوده فيريرا، الراجل الناجح جدا مع الزمالك فتره تولى فيها المهمه، وفي نفس الوقت بعض الناس تيجي تقول لك اصله كبير في السن والحاجات اللي هي على جنب دي اللي بصراحه بلا معنى. يعني في مدربين عندهم 80 سنه ولسه بيشتغلوا، يعني بيقدموا بشكل كويس، يعني 75 سنه وهو مدرب ناجح وكبير، وفي النهايه المدير الفني مش هو اللي بيجري في الملعب، يعني مش هو اللي بيعمل الحمايه. اكيد هو انت يعني بص، هو اختيار موفق لنادي الزمالك. هو اختيار اعتقد ما كانش فيه انسب منه، صح، واعتقد مثالي. انا قلت اختيار مثالي في التوقيت، يعني ممكن لو في اول الموسم كان ممكن تختار بس تاني. كان ممكن تتكلم كمان ان ما كانش فيه خيارات كتير، يعني الدنيا كانت مقفوله شويه، ممكن طبيعي انطرحت بعض الاسماء، يعني لا انطرحت بعض الاسماء لكن هو كان اقربهم، صح، وهو عنده يعني تجربه مع الزمالك والناس حابينه، وهو كمان بالنسبه للزمالك صفقه جماهيريه، يعني خلينا نتكلم على مستوى السوشيال ميديا او الاهتمام بشكل كبير. لا هو صفقه مهمه جدا للزمالك، خاصه ان هو قدر يعمل معاهم الثنائيه وقدر يحقق معاهم اعتقد ان ما حدش حققه على فترات طويله. فيريرا عنده مشكله، ايه هي بقى؟ جهاز المعاون لسه الدنيا مش واضحه. اسامه نبيه هيقبل؟ هو سيبك ان هو مدرب عام في التشكيل اللي ظهر، اسامه عنده طموح وعنده امال، ودي كانت واحده من مشاكله مع كارتيرون. الراجل بقى هيكمل معاه ويخبطوا في بعض ولا هيبقى موقفه ايه؟ اعتقد لما بتشتغل مع مدرب بروفيسور عبقري زي جوزوالدو فيريرا ممكن انت حتى تحسبها حسبه ايه؟ لا هستفيد منه، يعني فاهم؟ غير بقى كارتيرون، يعني انا اعتقد انه كابتن اسامه وقت شغلي مع كارتيرون هو كان حاسس ان انا مش هستفيد من كارتيرون، يعني هو ممكن احس ان انا احس الراجل ما كانش بيتعامل كويس، ما كانش بيتعامل معاه كويس، ما كانش بيتعامل كمان. اسامه نجم كبير بالنسبه للمدربين، الراجل اشتغل مع المدير الفني وكوبر وعمل جيم طويل مع المنتخب وخط تجارب مختلفه، لكن فييرا الدنيا هتبقى شويه محكومه لان الراجل عنده مساعدين، ترتيبه فين فيهم وهيتكلم ازاي؟ هيبقى موقفه يعني ايه؟ انا اعتقد ان هي دي هتبقى الحاجه الوحيده تبقى سابقه لاوانها، بس انا اعتقد لو انا مكان الكابتن اسامه هتشوفها بدري. طب يعني هي ممكن تبقى سابقه من وجهه نظري، بس انت هتشوفها بدري. هتشوفها بدري ليه؟ لان هو الراجل في الاخر عارف انت ما تبقى على الكرسي الرئيسي انك انت هتبقى مدير فني ومره واحده يجي لك واحد فلسه عندك بس هو انا رايي الكابتن اسامه كان عارف. انا اختلف معاك في دي، لان انت فعلا لما بنسال عن كارتيرون هو مدير فني ناجح برضه بالمناسبه، بس كل اللعيبه سواء في الاهلي او الزمالك اللي اتدربوا معاه قال لك هو مش افضل حاجه على المستوى الفني، هو على المستوى النفسي هايل جدا. فاعتقد لما الكابتن اسامه نبيه بالخبرات اللي عنده والشغل اللي عنده لما ينزل يتفرج على تدريبات كارتيرون فيقول لك هو بيعمل ازيد من اللي انا هعمله، انما لما تقعد مع واحد خبير وبروفيسور زي فييرا اكيد انت هيضيف لي اسمك، يعني لما تشتغل مع فييرا ويكون عندك في السي في قبل كده كوبر على الاقل هتتعلم منه، صح. بجانب ان هم المدربين الاجانب دايما ما بيبقاش عندهم الفكره الصداميه طول ما انت بتسمع الكلام، طول ما انت عارف دورك، وشفنا ده مع كيروش والكلام اتقال مع كيروش والكابتن ضياء السايب بالمناسبه المدرب العام جيمه اكبر. بس في الاخر هو انت ابن من ابناء نادي الزمالك والمسؤوليه التاريخيه بتحتم عليك ان انت تفضل مستمر، لان انت لو بعت النادي زي ما بنقول دايما في الاهلي او بنقول في اي نادي اخر انت شهرتك كلها من داخل نادي الزمالك، فانت لازم تعمل جيم تدريبي داخل نادي الزمالك او تاخد تجربه تدريبيه داخل نادي الزمالك تجربه ناجحه، لما تبقى موجود مع فييرا انت الاقرب لتولي المسؤوليه بعد فييرا، لان سواء فييرا راح في نهايه الموسم او
كمل مع الزمالك مسيره هيرحل. فكابتن اسامه نبيه ودي الفكره موجوده داخل نادي الزمالك وابتدى يفكروا فيها بشكل كويس جدا، ان نستفيد من فييرا ان احنا نعمل جيل جديد صح من مدربين، وفييرا هيفيد الكره المصريه يعني صح. لما الكابتن اسامه نبيه موجود مع فييرا، لما نشوف الكابتن ضياء مع كيروش ونتفرج على اسماء وكابتن فنجادا ونتفرج على موسيماني ونتفرج على التجارب الفنيه المختلفه والمدارس المختلفه، اعتقد ان احنا لازم كمدربين مصريين نستفيد منها عشان نصنع كوادر يعني جديده. انا ومعانا يا احمد، انا مش متخيل انه حد دلوقتي بجهاز فني او لاعبين ممكن يعمل مشكله. ليه؟ لو حد مش يعمل مشكله حتى يبان ان هو متضايق. لا انا هقول لك ليه. ما انا هقول لك بس انا ما اتكلمتش، انا هسيبك بس انا اقصد انه مش هيعمل انه متضايق، عشان انت دلوقتي في وقت الالتفاف، يعني الزمالك في مشكله في بطوله افريقيا، فمحتاج كله يجمع وكل واحد ينسى نفسه شويه وكله يشتغل. ده لو حتى لو وصلنا لمرحله ان الكابتن اسامه هيبقى زعلان، وانا ما اظنش ان الكابتن اسامه هيبقى زعلان. بص انا ما قلتش زعلان، ما قلتش ان هو هيعمل مشكله. لا انا قلت لك الراجل هيتقبل ازاي او هيتعامل ازاي. بص انت لما يكون عندك اي مدرب عام محتاج اريحيه على ضرب المثال اللي ضربه هاني بالنسبه لكروش والكابتن ضياء السيد، لا الدنيا مش على المستوى العام. يعني كروش بيتعامل مع الكابتن محمد شوقي ونادرا ما يتعامل مع الكابتن ضياء السيد. قيس على كده، ارجع احنا الكاميرات هي اللي باينه مش انا. ما هو بص الكاميرات عارف الكواليس. انا اتكلمت مع كابتن ضياء، بص يعني ممكن بص بيحب الراجل حب، والراجل انا ما قلتش على فكره بكرهه، انا ممكن بص بيتعامل معايا على فكره. انا ممكن نبقى انا وانت وهاني، فانا احب اتكلم لهاني، ما احبش يعني ما بتكلمش ان هو بكرهه، ما بتكلمش ان هو ضده. عارف الفكره في ايه؟ ان احنا كلنا اتعودنا على ايه؟ ان المدير الفني متضايق من الجهاز معاه خالص، متعودين عليها من زمان قوي. يقول لك ايه المدير الفني في خلاف مع الجهاز على طول، بقت ثوابت عندنا. هي ممكن تبقى اسهل حاجه في الكتاب. ايوه برافو عليك، ثوابت هي اسهل حاجه في الكتاب. لكن ما بقولش في خلاف، بقول لك ان الراجل يعني هو كمان فييرا اعتقد هيكون ذكي ان هو لازم يحتضن اسامه نبيه شويه، يعني لازم يديله فرصه، لازم يسمعه، ده مهم. على فكره المدرب العام لما بيحس ان هو صاحب ثقة، صاحب اهتمام من الراجل المدير الفني، بيبقى وضعه مختلف في التعامل مع اللعيبة، مع فكره، مع رؤيته. هو ده اللي أنا بتكلم عليه. يعني قيس على القصة، لو أنت أعتقد لو ترجع للذاكرة مع أم جوزيه وحسام البدري أو محمد يوسف، كانت الدنيا كده. الراجل كان بيسمع له، بيتكلم معاه، يبان قدام الناس إن جوزيه هو كل حاجة، لكن في الرسمي وفي العملي لا، كان بيتكلم بيسمع كتير وحسام البدري. جوزيه كان جاي من مدرسه قديمه، اللي هو جاي لوحده، ما معهوش محللين اداء، ما معهوش مدربين مساعد. في الولايه الثالثه جاب، في الولايه الثالثه جاب برضه، بس في الاخر في الولايه الثالثه ما كانش معاه اسم من الاسماء القويه، يعني كان كل الاسماء كلها اسماء تدريبيه. هو نفس القصه دي جاب مع بدرو اعتقد، وبعد كده معاه مخطط احمد بيدرب، وبعد كده كان معاهم اعتقد محمد يوسف. محمد يوسف ما كانش لسه عنده الخبرات التدريبيه اللي تمكنه ان هو يتولى قياده المنصب. فكره انك تدي فرصه زي ما هاني بيتكلم على المدارس المختلفه في التدريب، ما انت محتاج تدي فرصه للناس انها تتدرب وتتعلم وتدي تقود. مع النهارده لو لا قدر الله حصل طرد مثلا للمدير الفني، المدرب العام هو اللي فلوش كورونا، العام اللي يبقى عنده لازم ايه اصابات كورونا، اصابات كورونا المدرب. فانت محتاج يكون عندك شكل واضح للثقه ما بين الناس. انا ما بقولش ان هيبقى في خلافات او في مشاكل او في تربص، لا خالص. انا بقول لك محتاج يبقى في اريحيه، محتاج يكون في شكل في التعامل. النهارده مين يقف على الخط ومين يقعد ده 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 دي كلها امور لما انت بتيجي تقيسها وانت قاعد بتتفرج كمحلل او كناقد، بتقدر تقيس الناس دي مختلفه ولا الدنيا لطيفه. بس انا بقى بص لفييرا من نقطه ثانيه، هاني من نقطه بعيده شويه، بجانب الامور الفنيه والتكتيكيه الكبيره جدا اللي عند الراجل، انا اعتقد هيلم الفرقه واللعيبه اللي كان في كلام هتجدد ولا مش هتجدد خلص. اعتقد وجود فييرا تدي كمان احساس ليهم انه لا احنا معانا مدرب كبير ناجح، احنا هننجح معاه. كلهم اعتقد كشخصيه هتفرق مع النادي كله. نتائج يعني لما تشوف حاله الثقه الجماهيريه اللي موجوده، لما تشوف كل السوشيال ميديا بتسترجع تصريحات اللعيبه القديمه اللي كانت موجوده مع فييرا، وقد ايه الراجل ده ساهم في تطوير ادائهم وعلمهم كره القدم بجد. يعني بتسمع لاعب زي طارق حامد بيقول لك انا ممكن العب مع فييرا كل يوم ماتش لان هو علمني العب كره قدم. فحاله الثقه اللي موجوده عند الجمهور والتصريحات الايجابيه اللي كانت موجوده من اللعيبه السابقين مع فييرا، اعتقد ان هي عملت حاله من اللعيب مع عند لعيبه الزمالك ان هم عايزين يشوفوا الراجل ده، عايزين نشوف الخبير ده هيضيف لنا ايه في كره القدم. بالنسبه للجزئيه بتاعت الكابتن اسامه نبيه، اعتقد ان النتائج هي اللي هتتحكم. يعني لو النتائج ما مشيتش على افضل ما يكون، هنبتدي نسمع عن خلافات بين الجهاز المعاون وبين فييرا. في حاله المكسب طبعا انت عارف في مصر في حاله المكسب كله بقى المكسب ليه 100 اب زي ما بيقولوا، فكله يقول لك تعظيم سلام وثنائيه ناجحه بين الكابتن اسامه نبيه وبين فييرا، والراجل بيثق فيه وبيديله فرصه ان هو يتدخل. فاعتقد ان احنا لسه بدري عشان نتكلم على الجزئيه دي، انما اختيار فييرا اختيار زي ما ذكرت اختيار مثالي،
نتمنى ان كانت الدنيا في افريقيا هتكون فيها صعبه شويه على مستوى الكوره، بس على المستوى الرقمي مش صعبه. انما في الدوري لسه المشوار طويل ولسه البدايه مهمه جدا. انا شرفت ونورت حبيبي يا كريم. انا سعيد، شرفت ونورت. انا سعيد انك كنت موجود معاك والله. احمد شرفت ونورت. ربنا يخليك حبيبي. شكرا لك. شكرا جزيلا. ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا بهذه الحلقه، واشوفكم يا رب على الف خير.